هل باعتقادك الإطار أدرك أنه بعد أن منح أكثر من فرصة لتشكيل الحكومة أن الأبواب ما زالت موصدة ولم تفتح على مصاريعها لحد الآن، خاصة بعد دعوة السيد العوادي القيادي في الإطار للتيار الصدري للحوار؟ نعم، تحية لك ولضيفك الكريم ولمشاهديك الكرام. لا شك أنه اليوم سماحة السيد مقتدى الصدر كان لديه استحقاق انتخابي ودستوري وقانوني، لكن عندما انسحب وأعطى فرصة كبيرة للإطار التنسيقي لتشكيل الكتلة الأكبر وتشكيل الكابينة الوزارية، لكن اليوم يعني البرلمان يعيش عطلة تشريعية، وبالتالي نحن كتيار حكمة ندفع وندعو كل الأطراف السياسية أن تأتي إلى لغة الحوار وأن تأتي إلى التفاهم وترك كل ما يعني كل الجوانب التي تؤثر على الحوار الجدي، ولا بد أن يكون حوار جدي، والخروج بمحصلة بمسألة تشكيل الكتلة الأكبر والكابينة الوزارية. اليوم كل الخلافات التي من شأنها تعطل تشكيل الكتلة الأكبر لابد على الإطار التنسيقي، واليوم بعدما انسحبت الكتلة الصدرية وأصبح الإطار التنسيقي هو الكتلة الأكبر داخل قبة البرلمان عندما حصل على ما يقارب 50 مقعد إضافي للإطار التنسيقي، بالتالي يجب أن يترك كل الخلافات الداخلية داخل الإطار التنسيقي ويتوجه إلى كافة الأطراف وللتفاهم فيما بينهم، وخاصة التحالف الثنائي اللي أقصد به السيادة والديمقراطي، للجلوس على طاولة الحوار والتفاهم واختيار رئيس الجمهورية والحضور بمسألة 220 نائب إلى داخل قبة البرلمان يعني تمرير رئيس الجمهورية. ويجب إذا يعني مسألة رئيس الجمهورية داخل البيت الكردي، إذا حلت مسألة مشكلة الاختيار رئيس الجمهورية باعتقادي سوف يعني نعبر أزمة حقيقية داخل البيت الكردي. بالتالي إذا عبرنا هذه المسألة وإذا لم يتفقوا فيما بينهم باعتقادي سوف يذهبون إلى داخل قبة البرلمان، والبرلمان سيحدد من يكون رئيس الجمهورية. هذا جانب. الجانب الآخر عزيزتي، اليوم لابد أن يكون هناك حوار جدي وترك كل الخلافات، ويجب أن تكون هناك حكومة قوية قادرة على انتشال البلد من ما هو عليه. اليوم البلد لا يتحمل هكذا صراعات. لدينا 8 أشهر من عمر الحكومة المقبلة، لكن عمر إن سمحت لي